أهلا بكم النهاردة هنعمل مع بعض كوفية حريمي دائرية زي ما احنا شايفين ده شكلها الكوفية ممكن تكون حريمي وكمان ممكن ننفذها بحجم أصغر للأطفال كمان مع تغيير بسيط في الألوان نقدر ننفذها رجالي وزي ما احنا شايفين ألوانها جميلة ومبهجة كمان خطوات عملها سهلة وبسيطة وخليكم معانا للآخر هننفذها مع بعض خطوة بخطوة فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي لكن قبل ما نبدأ لو كنتم بتابعونا من اليوتيوب اعملوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس اما لو كنتم بتابعونا من الفيسبوك اعملوا لايك للصفحة الخيط اللي هنستخدمه هو إليز كوتون جولد والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس ثلاثة والخيط هيكون مناسب للأجواء الخريف اللي احنا فيها لكن نقدر نستخدم خيوط صوف متوسطه السمك لو حابين ننفذها تكون مناسبه لاجواء الشتاء البارده ونقدر نستخدم اي خيوط تانيه متوسطه السمك كميه الخيوط اللي هنستهلكها هنستهلك من لونين او ثلاثه اللي هنستخدمهم أكتر تقريبا من خمسين لخمسه وسبعين جرام اما الالوان اللي هنستخدمها اقل هنستهلك منها اقل من خمسين جرام سلسله البدايه هنبدا بخمسه وثلاثين غرزه سلسله وسلسله البدايه هي هتكون عرض الكوفيه فمن البدايه لو حابين نزود او نقلل في العرض هنغير في سلسله البدايه هنسيب اول ثلاث غرز وهنبدا في الغرزه الرابعه نعمل اول غرزه عمود بلفه وهنبدا اول سطر هنعمل في كل غرزه من غرز السلسله غرزه عمود بلفه واحده هنكمل السطر الاول بنفس الطريقه في كل غرزه من غرز السلسله هنعمل غرزه عمود بلفه واحده كملنا السطر الاول هنبدا السطر الثاني هنلف النسيج ونبدا السطر بثلاث غرز سلسله ارتفاع والبدايه دي هتتكرر معانا في كل السطور اللي هنشتغل فيها بغرز العمود بلفه بنبدا بثلاث غرز سلسله ونبتدي نشتغل في كل غرزه هنعمل غرزه عمود بلفه واحده وهنبدا اول جزء باول لون هيكون عباره عن 18 سطر من غرز العمود بلفه هنشتغل السطور بالطريقه اللي وضحناها كل سطر هنبدا بثلاث غرز سلسله ونعمل في كل غرزه غرزه عمود بلفه واحده ونكمل باقي السطور بنفس الطريقه كملنا زي ما احنا شايفين السطور اللي عملناها الثمانيه عشر سطر اللي عملناها بغرز العمود بلفه الفرديه هنبدا نعمل سطور ثانيه من غرز العمود بلفه الفرديه لكن بلون تاني وكمان هنخلي بالنا من المكان اللي هنعمل فيه الغرز لاول سطر باللون الثاني علشان يعمل معانا الشكل او الجزء البارز اللي هيتكرر في الكوفيه زي ما احنا شايفين سطر اخر سطر من غرز العمود بلفة لكل غرزة هنلاحظ اللفتين العلويتين لكل غرزة اللي بنشتغل فيهم او بندخل بالابرة دايما في عملنا للغرز فيهم ده الجزء الامامي او الجزء المواجه لنا في الظهر هنلاحظ تحت اللفتين دول يكون في لفة تحتهم بالضبط زي ما احنا شايفين دول اللفتين العلويتين تحتهم بالضبط في جنب واحد الجنب الامامي مش هيكون فيه لفات الجنب الخلفي هو اللي هيكون فيه اللفه دي اللفه دي هي اللي هنشتغل فيها السطر الاول من كل لون سواء هنشتغل سطر واحد او اكتر من سطر اول سطر ما بين اللونين هنشتغله في اللفه دي كمان الغرز اللفات اللي بالغرز المنزلقه برضو هنشتغلها في اللفه دي فنخلي بالنا من مكان اللفه دي عشان زي ما وضحنا هنشتغل فيه زي ما احنا شايفين ده الجزء الأمامي واللفة دي موجودة في الجزء الخلفي احنا نهاية الخيط معانا في نهاية السطر لو اشتغلنا في الجنب ده هيكون الظهر للسطر هو المقابل لنا فإحنا هنبدأ نشتغل السطر من الجنب ده نقص الخيط ونبتدي نوصل من الجنب ده بحيث زي ما وضحنا تكون اللفة اللي هنشتغل بيها في الظهر هنبدأ نوصل الخيط من أول غرزة عند السلسله الثالثه من سلاسل الارتفاع في بدايه اللفه نبدا نوصل الخيط ونبدا بثلاث غرز سلسله ارتفاع ونبدا اول غرزه زي ما وضحنا هننزل تحت اللفتين العلويتين ونروح للفه اللي تحتهم على طول نعدي الابره منها ناخد طرف الخيط اللي هننضفه معانا ونبدا نعمل اول غرزه عمود بلفه نروح للغرزه اللي عليها الدور ننزل بعد اللفتين العلويتين لللفه اللي تحتهم ندخل فيها ونبدا نعمل غرزه العمود بلفه اللي عليها الدور نكرر نختار اللفه اللي تحت اللفات العلويه ونعمل عندها غرزه العمود بلفه زي ما احنا شايفين دي هتكون الخطوه الاساسيه في اغلب اللفات اللي هنعملها في الكوفيه وزي ما وضحنا احنا في الجزء ده هنعمل اكتر من, لفة اكتر من سطر من غرز العمود بلفة اول سطر بس هو اللي هنشتغل فيه بالطريقة دي بحيث يكون زي ما احنا شايفين اللفات العلوية هتعمل الخط البارز ده زي ما احنا شايفين ويكون واضح الخط ده ما بين اللونين هنكمل بنفس الطريقة اللي وضحناها وهتبان معانا اكثر مع التكرار ومع كمان الالوان لو هن... لما هنستخدم الوان فاتحه وصلنا لنهايه السطر الاول هنبدا السطر الثاني زي ما وضحنا السطور اللي بعد السطر ده هتكون بطريقه عاديه نبدا السطر بثلاث غرز سلسله ارتفاع وندخل في اللفات العلويه للغرزه بالطريقه العاديه اللي بنشتغل بيها ونعمل بعد السطر الاول اربع سطور فهنعمل باللون ده خمس سطور كملنا الخمس سطور هنبدا ندخل اللون الثالث ونعمل بيه سطر واحد هنسيب زي ما احنا شايفين دايما هنراعي اننا اخر سطر هنوصله تكون اللفة اللي هنشتغل فيها في الظهر احنا حددنا دلوقتي الجزء الامامي الجزء الامامي هو اللي دايما هيكون فيه البروز ده والجزء الخلفي هو اللي هيكون فيه اللفة اللي هنشتغل فيها علشان نكون البروز في الجزء الامامي هنبدأ نوصل اللون زي ما وضحنا هنسيب الخيط آخر الخيط في نهاية السطر هنقصه ونقفله وننظفه وبداية السطر نوصل عندها اللون الجديد ونبدأ بثلاث غرز سلسلة ارتفاع وزي ما وضحنا هنلف النسيج ونروح في الظهر بعد اللفتين العلويتين تحتهم على طول للفة اللي تحتهم ندخل فيها ونعمل أول غرزة عمود بلفة نكرر زي ما احنا شايفين اللفة العلوية دي اللفة اللي تحتها نعمل فيها غرز العمود بلفة وهنكمل بنفس الطريقه هنعمل باللون ده لفه واحده بس كملنا السطر اللي عملناه باللون الثالث أو اللون اللبني وزي ما احنا شايفين البروز اللي نتج عن الطريقة اللي اشتغلنا بها، قصينا الخيط في نهاية السطر، هنبدأ نوصل اللون الرابع وهنعمل به برضو سطر واحد، هنبدأ نوصل ونبدأ بنفس البداية ونروح للظهر نختار نفس اللفة ونبدأ نعمل غرز العمود بلفه فيها ونكمل زي ما وضحنا سطر واحد بس باللون ده كملنا السطر اللي باللون الرابع أو اللون البيج هنعمل بعد السطر ده هنبدأ نعمل سطر من الغرز المنزلقة هنستخدم لون خامس ودول هيكونوا الخمس ألوان اللي هنستخدمهم في السكارف كله ونبدأ نبدل ما بينهم طبعا تقدروا تستخدموا العدد اللي يناسبكم من الألوان تقدروا تنفذوها بلون واحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب رغبتكم أو حتى أكثر من الخمسة زي ما وضحنا على حسب رغبتكم هنبدا نوصل عند سلاسل الارتفاع هنوصل الخيط ومش هنعمل اي غرز ارتفاع هنروح لنفس اللفه اللي بنشتغل فيها زي ما احنا شايفين في الظهر تحت اللفتين العلويتين زي ما وضحنا ان حتى في لفات الغرز المنزلقه هنشتغل في نفس اللفه نبدا نعدي الخيط من اللفه دي ومن الحلقه اللي معانا على الابره فيتكون معانا اول غرزه منزلقه نروح للغرزه اللي بعدها بنفس الطريقه نعدي الخيط منها ومن الحلقه اللي معانا على الابره نروح للغرزه الثالثه عند نفس اللفه نعدي الخيط منها ومن الحلقه اللي معانا على الابره نكمل بنفس الطريقه بنعمل عند كل لفه في ظهر كل غرزه بنعمل غرزه منزلقه واحده هنكمل سطر واحد بنفس الطريقه وبنفس اللون كملنا زي ما احنا شايفين اللفه اللي عملناها بالغرز المنزلقة هنعمل لفة كمان بعدها بالغرز المنزلقة لكن هنغير اللون هنبدأ برضو بنفس الطريقة عند بداية السطر نبدأ من غير سلاسل ارتفاع نروح هنلاقي في الظهر عندنا الحلقات اللي باللون اللون اللفة اللي كان قبل اللفة اللي بالغرز المنزلقة هو برضو اللي هنشتغل فيه اللفة الثانية زي ما احنا شايفين ندخل في نفس اللفة اللي باللون زي ما احنا شايفين علشان هتكون مميزة وواضحة فنقدر نشتغل فيها بسهولة زي ما احنا شايفين هندخل في كل لفة ونعمل فيها غرزة منزلقة هنكمل كملنا زي ما احنا شايفين اللفة الثانية اللي عملناها بالغرز المنزلقة طبعاً أطراف الخيوط دي هننظفها معانا واحنا بنشتغل هنبدأ بعد اللفتين اللي عملناهم بالغرز المنزلقة نرجع تاني نعمل لفات بغرز العمود بلفة نبدأ نوصل ونعمل ثلاث غرز سلسلة ارتفاع ونبتدي في الظهر نحدد برضو اللفة اللي هنشتغل فيها وهتكون برضو اللفة اللي باللون البيج أو اللون للفة اللي قبل اللفتين الغرز المنزلقة اللي عملنا فيها الغرز المنزلقة في اللفتين، هنروح لأول لفة ونبدأ نعمل فيها غرز عمود بلفة هتكون بس اللفات فيها صعوبه شويه في دخولها هنحاول ندخل بالراحه دائما هتكون بالصوره دي مع الغرز المنزلقه وهيكون اول سطر هنعمله هو اللي هيكون في اللفات دي هنعمل بعده كمان سطرين لكن هيكونوا بالطريقه العاديه فهنعمل باللون البيج بعد السطرين اللي عملناهم بالغرز المنزلقة ثلاث سطور، أول سطر بس زي ما احنا شايفين هو اللي بنعمله بالطريقة دي، هنعمل كمان بعد ما نعمل الثلاث سطور دول هنعمل سطر باللون اللبني وطبعا السطر اللي هنعمله باللون اللبني هيكون برضو بنفس الطريقه اللي بنشتغل بها في اللفه الخلفيه دائما لما هيكون سطر واحد زي ما وضحنا هيكون بنفس الطريقه ولو اكتر من سطر السطر الاول هو اللي هيكون بنفس الطريقه نخلي بالنا من الخطوه دي علشان هي اللي هتكون الاساس زي ما وضحنا في اللفات للسكارف كلها كملنا الثلاث سطور اللي عملناهم باللون البيج عملنا بعدهم سطر باللون اللبني بنفس الطريقه وعملنا كمان سطر باللون ده السطر الاول ده هو اللي هيكون البدايه للسطور الجايه طبعا السطر الاول زي ما وضحنا هيكون برضو بنفس الطريقه السطور اللي بعده هتكون مختلفه هنعمل السطور الجايه بغرز العمود بلفه العاديه وغرز العمود بلفه الاماميه وغرز العمود بلفه الخلفيه هيكون على حسب اتجاه السطر هنشتغل اما بغرزه العمود بلفه الاماميه متبادله مع غرزه العمود بلفه او العمود بلفه الخلفيه برضو متبادله مع غرزه العمود بلفه فهنشوف احنا السطر اللي هنبداه دلوقتي هنلف النسيج هيكون الجزء الامامي في الظهر والجزء الخلفي هو اللي مواجه لنا فهنشتغل بغرز العمود بلفه العاديه وغرز العمود بلفه الخلفيه بحيث يكون من الجزء الامامي يكون الشكل غرز عمود بلفة أمامية، هنبدأ نشوف زي ما احنا شايفين نخلي بالنا الظهر هو اللي مواجه لنا والجزء الأمامي اللي فيه البروز اللي بنعمله في السطور في الجنب الثاني، هنبدأ السطر بثلاث غرز سلسلة ارتفاع، هنبدأ أول غرزة هنبدأ زي ما احنا شايفين نعمل غرزة عمود بلفة خلفية نلف الخيط على الإبرة ونروح من ورا لقدام نعدي قبل الغرزه اللي هنشتغل فيها او الغرزه الثانيه اللي عليها دور نعدي الابره من قدام الغرزه زي ما احنا شايفين تعدي من قدام الغرزه وترجع الغرزه لورا نعدي نسحب الخيط ونعديه يعدي الخيط برضو من قدام الغرزه زي ما احنا شايفين بي الخيط بيكون قدام ويرجع الغرزه لورا ونكمل الخطوات الباقية لغرزة العمود بلفة فيتكون معانا غرزة عمود بلفة خلفية، الغرزة اللي عليها الدور هندخل في اللفات العلوية بطريقة عادية ونعمل غرزة عمود بلفة عادية، الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة عمود بلفة خلفية زي ما احنا شايفين نلف الخيط ومن ورا ندخل بالإبرة من قبل الغرزة ونعدي زي ما احنا شايفين الابره تكون قدام الغرزه وترجعها لورا نسحب الخيط ونعديه من يكون بيلف او بيعدي قدام الغرزه نبدا نكمل الخطوات الباقيه من غرزه العمود بلفه الغرزه اللي عليها الدور هتكون غرزه عمود بلفه عاديه زي ما احنا شايفين هنمشي السطر بعد سلاسل الارتفاع غرزه عمود بلفه خلفيه غرزه عمود بلفه عاديه غرزه عمود بلفه خلفيه وغرزه عمود بلفه عاديه ونكمل بنفس الطريقه الغرزه اللي عليها الدور هتكون غرزه عمود بلفه خلفيه ونرجع نعمل غرزه عمود بلفه عاديه ونكرر نفس الترتيب لاخر السطر كملنا السطر زي ما احنا شايفين اللي عملناه بغرز العمود بلفه الخلفيه متبادله مع غرز العمود بلفه العاديه هنلف النسيج ونبدا السطر اللي بعده وهيكون الجزء الامامي هو اللي مواجه لنا والجزء الخلفي هو اللي في الظهر في السطر ده هنشتغل بغرز العمود بلفه الاماميه فوق الغرز اللي احنا كنا بنعملها في السطر اللي فات عمود بلفه خلفيه زي ما احنا شايفين من الجنب التاني الغرز الخلفيه هتكون بارزه وشكلها شكل الغرز العمود بلفه الاماميه هنكمل فوق كل غرزه بغرزه عمود بلفه اماميه بحيث ان الخطوط البارزه دي تكمل معانا مع السطور هنبدا السطر بثلاث غرز سلسله ارتفاع هنروح زي ما احنا شايفين نعكس اتجاه دخول الابره في الغرزه الخلفيه كنا بندخل من ورا نعدي وتكون الابره قدام الغرزه في الغرزه الاماميه هيكون العكس الابره هتدخل من ورا الغرزه تخلي الغرزه تطلع لقدام نلف الخيط والخيط هيعدي من ورا الغرزه ونكمل عمل غرزه العمود بلفه فيتكون زي ما احنا شايفين غرزه اماميه تكمل معانا بروز الخط ده اما فوق غرز العمود بلفه العاديه هنعمل غرزه عمود بلفه عاديه زي ما احنا شايفين هيكون الخط بيفصل ما بين الخطين البارزين نروح لغرزه العمود بلفه الاماميه زي ما احنا شايفين نعدي الابره من ورا الغرزه ونعدي الخيط من وراها ونكمل عمل غرزه العمود بلفه الاماميه زي ما احنا شايفين دي الطريقه اللي هنكمل بها الجزء ده هنعمل الجزء ده هيكون ست سطور وهنعمل بعده ست سطور تانيين باللون الليموني هيكونوا برضو بنفس الطريقة زي ما وضحنا بنبدأ أول سطر بنفس الطريقة اللي بنشتغل بيها الطريقة الأساسية اللي بنعملها في اللفة اللي تحت اللفة الخلفية اللي تحت اللفات العلوية للغرزة بنبني بعد السطر الأول ده السطور اللي بعد كده بنبدأ نأسس للخطوط اللي بالطول البارزة اللي هنعملها بغرز العمود بلفة الخلفية وغرز العمود بلفة الأمامية على حسب الاتجاه، طبعاً أي غرزة اشتغلنا بها بدءاً من غرزة السلسلة بعدها غرزة الغرزة المنزلقة أو العمود بلفة أو غرز العمود بلفة الأمامية وغرز العمود بلفة الخلفية أي غرزة اشتغلنا بها في الفيديو لو حابين تشوفوا شرحها بالتفصيل تقدروا ترجعوا للفيديو المخصص ليها في فيديوهات الغرز في أساسيات الكروشيه على قناة، هنكمل بنفس الطريقة اللي وضحناها هنكمل زي ما وضحنا السطور دي وبعدها نعمل كمان ست سطور باللون الثاني ونرجع نعيد نفس ترتيب السطور اللي عملناها نعمل بها باقي جسم الكوفية نغير في توزيع السطور أو توزيع الألوان على حسب رغبتنا بطول السكارف، كملنا زي ما احنا شايفين السكارف زي ما احنا شايفين التبادل في الألوان أول أجزاء عملناها سواء الجزء الثمانيه عشر سطر او الجزء الخمس سطور او السطور الفرديه سواء من غرز العمود بلفه او الغرز المنزلقه كمان جزء ثلاث سطور والاجزاء اللي كانت بغرز العمود بلفه الاماميه والخلفيه ست سطور بلون وسته بلون بعدها برضو كررنا غرز منزلقه وثمانيه عشر سطر بلون تاني وكررنا زي ما احنا شايفين نفس عدد السطور لكن بألوان مختلفة، كررنا زي ما احنا شايفين نفس عدد السطور لكن غيرنا في الألوان، عملنا مئة أربعة وأربعين سطر وده ادينا طول مئة وخمسين أما العرض تمنتاشر سنتي. هنبدأ دلوقتي نقفل السكارف بحيث يكون دائري، طبعاً لو حابين ان انتوا تخلوه طويل مفرود مش دائري مش هنعمل الخطوة دي هنعمل الخطوة اللي بعدها على طول، هنبدأ زي ما وضحنا نجيب الطرفين ونبدأ نوصلهم مع بعض البداية والنهاية، هنعدي الخيط هنعدي الإبرة من أول غرزتين ونبدأ نعدي الخيط ونعمل غرزة سلسلة توصلهم، نبتدي ندخل بترتيب الغرز أول غرزتين عليهم الدور نبدأ في الغرزة اللي في الجنب ده ونعدي الإبرة من الغرزة اللي في الجنب التاني نعدي الخيط من الغرزتين ونعمل غرزة حشو توصلهم نكرر في الغرزتين اللي عليهم الدور نعدي الخيط من الغرزتين ونعمل غرزة حشو توصلهم نكمل بنفس الترتيب كل غرزتين زي ما احنا شايفين متقابلتين في الجنب ده والجنب التاني بنعدي الخيط منهم ومن ونعدي الخيط من الحلقتين نعمل غرزه حشو توصلهم نكمل بنفس الترتيب نوصل كل غرزتين بغرزه حشو واحده ونكمل بنفس الطريقه لاخر السطرين نوصلهم مع بعض بسطر من غرز الحشو كده زي ما احنا شايفين السطر اللي عملناه ووصل معانا الطرفين للسكارف بقى السكارف زي ما احنا شايفين دائري اخر خطوه هنعملها هنعمل اطار على الجوانب للسكارف زي ما احنا شايفين هنكمل من المكان اللي وصلنا عنده الطرفين نبدا نعمل لفه كامله على الجنب ده من غرز الحشو الفرديه وبعد ما نكملها هنبدأ من, نفس... هنبدا من المكان ده وننهي عند نفس المكان زي ما وضحنا لفه كامله نبدا بعدها نوصل الخيط عند الطرف الثاني ونعمل لفه كامله عند الجانب الثاني هنبدأ... هنبدا بغرزه غرزة سلسله ارتفاع ونبدا نعمل اللفه او غرز الحشو في جوانب الغرز اللي عملناها في السطور طبعا احنا الجوانب دي مش هيكون فيه غرز واضحه هندخل فيها فاحنا هنعمل في جانب كل سطر من سطور العمود بلفه غرزتين حشو اما في جانب غرز الغرز المنزلقه هنعمل غرزه حشو واحده بحيث اننا السطر ده تكون الغرز فيه عددها مظبوط ما يكونش فيه غرز زياده تعمل معانا اتساع زياده هنبدا زي ما وضحنا في جنب كل سطر من غرز العمود بلفه في جنب الغرزه نعمل غرزتين حشو بس زي ما احنا شايفين عند كل سطر غرزتين حشو في الجنب نكمل عند الغرزه اللي في الجنب للسطر اللي عليه الدور غرزتين حشو نكمل بنفس الطريقه هنكمل زي ما وضحنا الاطار هيلف على الجانب لفه كامله هننتهي بيه عند السلسلة غرزة السلسلة اللي ابتدينا بيها هنقفل بغرزة منزلقة كملنا الإطار اللي عملناه على جنبين السكارف عملنا اللفة لفة على الجنبين وزودنا بعدها كمان لفة زي ما احنا شايفين بقى على كل جنب لفتين من غرز الحشو الفردية، كانت اللفة الثانية أسهل لأن الغرز كانت بقت غرز واضحة من اللفة الأولى وعملنا في كل غرزة غرزة حشو واحدة، اللفتين دول زودوا معانا في العرض تقريبا سنتي ونصف فبقى عرض الكوفية تسعة عشر سنتي ونص. وبكده اكتملت معانا الكوفية لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنت وعلشان يوصلكم كل جديد لنا اعملوا سبسكرايب لقناتنا وشكرا